دكتورة لبنى أبو سلهام، ما دمت تحدثت عن سرطان الثدي، دعينا نتوسع شيئا ما في ما توفره البنيات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى مواكبة هذه الفئة، لربما إذا قدر الله وكانت هناك يعني مؤشرات سرطانات الثدي، هل مسارات العلاج متكفل بها بشكل كامل؟ كيف يتم الأمر؟ هي من ناحية وزارة الصحة قامت بواحد المجهود جبار جدا، وسمحلي زعما كنستغل الفرصة باش نوه، لأن راه دزنا من واحد يعني من منذ انطلاقة المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2010-2019، وحنا دابا في المخطط الوطني الثاني، راه دزنا من واحد المرحلة كبيرة، وكان واحد لانفستيسمون، واحد الاستثمار مهم جدا فيما يخص لا التجهيزات ولا المؤسسات الصحية. عندنا حاليا أكثر من 45 مركز مرجعي الصحة الإنجابية مجهزة على الصعيد الوطني. الأول فاش بدا البرنامج راه كان عندنا واحد العدد محدود جدا من أجهزة الماموغرافيا، كنتفكر أنا في 2010 كانوا عندنا واحد 36 ولا 37 جهاز الماموغرافيا في المستشفيات، دابا راه جميع المستشفيات الوطنية عندهم جهاز الماموغرافيا، بالإضافة إلى المراكز المرجعية للصحة الإنجابية اللي حتى هي فيها أجهزة الماموغرافيا اللي تتقدم هاد الخدمة في إطار البرنامج بالمجان لجميع النساء اللي في الفئة العمرية المستهدفة. وعندنا واحد الحاجة مهمة جدا اللي هي الوحدات المتنقلة الماموغرافيا، عندنا حاليا 22 وحدة اللي هو دوك لي كاميون موبيل اللي تيمشيو تيمكنونا باش نقدموا خدمات الماموغرافيا للنساء في العالم القروي بصفة، يعني كنقربوا لهم الخدمة حتى عندهم باش تكون واحد يعني مساواة تقديم هذه الخدمات. دكتورة لبنى، أول خطوة بالنسبة للنساء عموما من أجل التفاعل مع هذه الحملة التي أطلقتموها هو أنهم يمشيوا لأقرب مركز صحي قريب لهم، صح؟ بالفعل احنا يا دائما الى شفتوا الشعار ديالنا ديال الحمله، دائما تيكون عندنا واحد الشعار تنقولوا لها البحث المبكر امان واطمئنان، ولا تنقولوا البحث المبكر وقايه والبحث حمايه، ولا تنقولوا الكشف بكري بالذهب المشري، ولكن دائما تنكملوها بلا تترددي، دائما تنوجهوا النداء لجميع النساء، يعني تخرج الوقت لصحتها، ما يبقاش الواحد دائما مشغول بمجموعه من الاشياء. الصحه مهمه جدا والاستثمار في الصحه مهم جدا. النساء يمشيوا للمراكز الصحيه القريبه منهم، راه غادي يستافدوا من خدمات التوعيه والتحسيس، وغيخدموا يستافدوا كذلك من الكشف المبكر ديالهم. دكتورة لبنى، بالنسبة لوسائل العلاج المتبعة عالميا وفي المغرب أيضا، هل تساعد على الشفاء في حالة اكتشاف هذا النوع من السرطانات؟ ما هي حظوظ الشفاء؟ سرطان الثدي هو واحد سرطان اللي يعني خطير نوعا ما، ولكن يعني الجانب الإيجابي فيه أن التقدم العلمي اللي كاين دابا تيمكن أننا نوصل فرص الشفاء تتفوق 95% إلا كان الكشف مبكر في حالات يعني صاد أن ولا صاد. تقولين 95%؟ تيفوق، يقدر يفوق حتى 95% إلا كان الكشف مبكر. هذا مطمئن جدا بالنسبة للنساء. بالفعل لا قدر الله إلا كان يعني تشخيص لاستاد يعني المراحل 3-4 ديك الساعه تيكونوا فرص الشفاء شويه ناقصه، وتيكون حتى العبء للمادي ولا الصحي ديال العلاج تيكون اثقل، ولكن الا كان كشف مبكر تتكون فرص الشفاء اعلى، وتيكون حتى العبء المادي والعبء الصحي ديال العلاج تيكون اخف.